الطالبة بمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة بعد أن تقدمنا بدعوى أمام محكمة النقد لإلغاء الاتفاقيات مع الصهاينة. شعبياً الآن نؤكد ذلك المطلب وهو تحقق عملياً بناء على جرائم صهيونية، ونريده أن يتحقق رسمياً وليس ذلك على الله بعز. خرجنا اليوم في هذه المسيرة الشعبية، خرجنا كحزب العدالة والتنمية ضمن هذا الشعب، كجزء من هذا الشعب خرجنا في كل المدن، في المسيرات، في الوقفات، في الاعتصامات. خرجنا اليوم في هذا التاريخ 10 دجنبر الذي يصادف يوم التوقيع على التوقيع التطبيع، خرجنا لنقول يجب إيقاف التطبيع مع هذا الكيان الذي لا يحترم المواثيق ولا يحترم العهود ولا يحترم أي شيء، يقتل إخواننا، يدمر بيوتهم، يقتل الخداج، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يقتل ويهدم البيوت ويهدم يعني المساجد ويهدم الكنائس ويهدم المستشفيات. ماذا ننتظر؟ الشعب المغربي يقف مرة أخرى في مسيرة وطنية شعبية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في بقيادة مقاومته الباسلة في مواجهة عدوان صهيوني مسنود أمريكيا وبريطانيا وغربيا. هذا العدوان النازي الذي لم يترك امرأة ولا مسنا ولا حاملا ولا شيخا ولا طفلا في حرب إبادة، في جرائم إبادة ترتكب اليوم. ولهذا لا أقل شيء يمكن القيام به هو أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته وفي صموده. المسيرة ترسل رسالة بأن الفلسطينيين ليسوا محاصرين، المحاصر هو الكيان الصهيوني في وسط هذا البحر الدافق من المشاعر ومن الكراهية للعدوان الصهيوني ومن الصهاينة. ولهذا فما دامت هذه الشعوب تخرج، أبشروا، نحن نستبشر بأن خلاص القدس وخلاص فلسطين قريب إن شاء الله، بما أن هذه القضية يتوارثها جيل وراء جيل، أن تتبناها الشعوب المحبة للحق والحرية، الشعوب المسلمة، الشعوب العربية. الآن هناك صحوة في العالم كله، حتى من كان يشكك في جدوى وفي المقاومة وفي حقيقة المقاومة الآن وقفوا على الحقيقة. ونعتقد بأن هذه الأحداث التي وقعت مؤخرا هي نقلة نوعية في مسار تحرير فلسطين إن شاء الله. مرة أخرى الشعب المغربي يقرر أن يخرج في مسيرة عارمة للتأكيد على مواقفه الثابتة في القضية الفلسطينية. الشعب المغربي برمته مع المقاومة الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة والحرائق التي يقترفها العدو الصهيوني في غزة، بمباركة وتغطية ودعم وسند وإسناد كامل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت تواطؤها الواضح والمكشوف مع ما يقترف من جرائم إرهابي ضد الشعب الفلسطيني. مشاركتنا في هذه المسيرة ديال الشعب المغربي التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين هي من طبيعة الحال استمرار المسيرة الجهوية والمحلية والوقفات التي بدأت منذ معركة طوفان الأقصى، وهي مسيرة للتنديد أولا بالحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الاحتلال الصهيوني، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الغرب، ونحن نندد بتلك المجازر. ومن طبيعة الحال كذلك الشعب المغربي ينادي ويطالب بالوقف الفوري لتلك الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. خرجنا في هذه المسيرة اليوم بمناسبة 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لنقول للعالم أن هذه الحقوق الإنسان اليوم يعني الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الأمان والحق في السلم والحق في التطبيب والحق في التعليم. هذه الحقوق هذه كلها الآن تهدر في فلسطين وتهدر في غزة أمام العالم. اليوم عصابة الكيان الصهيوني يوميا تقصف الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الأعزى المحاصر، تقصف الأطفال، النساء، الشيوخ بالقنابل الفسفورية، بالقنابل لكي تهدم البيوت، تهدم العمارات، تهدم وتنزل بكل تقنية حوالي
تقريبا بالاطنان تنزل على هذه الشعوب، اين هي حقوق الانسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسيرة الشعبية الوطنية التي تنظم للمرة الثانية في الرباط بعد مسيرات شعبية في مختلف الجهات ووقفات وفعاليات يقوم بها الشعب المغربي للتعبير عن موقفه المساند الداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي كل فلسطين. موقف الشعب المغربي الداعم للشعب الفلسطيني والذي يدعو إلى وقف الحصار والذي يدين ويستنكر الجرائم الوحشية، جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني بدعم من أمريكي ودعم من عدد من الدول الغربية. إننا اليوم هنا أولا لنحيي أرواح الشهداء، ثانيا لندعم المقاومة، ثالثا لنعلن إدانتنا الصارخة للنظام العالمي ولكل القوى العالمية التي تسكت اليوم وتصمت أمام الجرائم الإبادة، جرائم في حق الإنسانية. نحن هنا اليوم لندين الدول العربية والإسلامية على صمتها المتواطئ مع العدوان، لندين أمريكا وأصدقاء أمريكا وحلفاء أمريكا الذين يدعمون الكيان الصهيوني بالسلاح وبالمساعدات اللوجستيكية وبصور الأقمار الاصطناعية وبكل شيء. إننا هنا لنطالب أولاً بإسقاط التطبيع، ثانياً بجعل حد لكل المعاملات مع الكيان الصهيوني كيفما كانت نوعها. نحن هنا في هذه المسيرة الوطنية بجميع أشكالها وتلاوينها السياسية والنقابية والحقوقية والشعبية لنقول للدولة المغربية كصرخة كفى، يجب إيقاف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والسياسي والثقافي، وهي مسيرة تضامنية مع الشعب الأعزل الذي يتعرض لأبشع أنواع التنكيل ولمؤسساته المدنية، مستشفيات، مساجد، كنائس. ولنقول أيضا للضمير العالمي بعد تواطؤ المنتظم الدولي ضد هذا الشعب الأعزل، كفى من هذا التقتيل، كفى من هذا التقتيل.